اضحك والله ما تو انت مساء. طب نسقوا احمد خش البيز حقها واطي ترى خش البيز نرفع واطي لا نرفع شوي فيها هارموني وفيها جواب واطي بيطلع لا خش الجواب حقها مهندس الصوت وحدنا الصوت سوا وحدنا الصوت يا مهندس خش الاساس الله 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 بعدين عرفت طيب عيد ثلاثة بس يلا نفس الطبقة ايه الفكرة إنه الكورال نغم كل سلم من السلالم يديك بعده بسلم بطبقتين تيجي المقام يجيك بنغمة حلوة فهمتني أساس أول شيء جاء البيز أحمد تحتك بعدين جاء الأساس بعدين جاء الهارموني بعدين في الثيرد السكند فاهم هذه مراحل بعدين جاء الجواب برزيقة تسوي مزيج يطلع الكورال بشكل جميل جدا جدا عشان بس يفهم المشاهد في التسجيل الاساس انت ايش قول مثلا الله 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 احمد ادخل البيز الله الله ادخل الجواب الله 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 لا إله إلا الله الله الله
الله الله الله الله لا إله إلا الله. أنا ليش سكت؟ هذا أنا سكت عشان يبان الهرمون كيف. هذه الفكرة، فكرة الكورالات. عشان كذا سكت. ثم دخلت شوف كيف جاء المزيج. هذا اللي هذا اللي جايبهم وجالس مر. هذا هذا الشاعر. طب بقول شيء، أنا أبغى أفهم المشاهد. أصبر، إن اللي جالسين نسويه هذا ترى يمكن يسويه هارموني مثلاً، يمكن يسويه 4-6 مرات، مرتين على حسب اللي يشوفه. اللي أنا أسويه أساس ممكن يسويه 6-8 مرات. 8 مرات أسجل نفسه. تسجيل يعني. أنت كفكرة تسجيل حبيبي. لا، فكرة التسجيل غير طبعاً. على كل كورال أنت بتنقي حاجة معينة. أيوة. فهمتني؟ يعني مثلاً ممكن يجيك كورال ما يحتاج له 6 تركات أو يحتاج له مثلاً أي ترك. فهمتني؟ في كورالات تجيك يمكن 4 كورال بسيطة يعني. فهمتني؟ صح. يعني بعض نقول بعض من الشيلات، ولكن في كورالات تأخذ مساحتها، تأخذ إلى 20 ترك إلى 30 ترك. يبغى كورال جهوري، كورال أوبرا زي ما اللي سوينا أنا وأنت. في كورالات أقوى من كذا، في كورالات توصل إلى 35-40 ترك. لأنه تخيل بيسجلوا 5-6 في الاستوديو. فهمت؟ بعضهم إيش يسووا؟ بعضهم يسووا ميكس مثلاً، يسجل 2 يخرجوا 2 هذولا، يسجلوا 2 تانيين. مو إنه نقصاً في السماعات، لا، يبغى الخامتين هذه. فهو يسوي ميكس في نفس الترك هذا، بيسوي فيه ميكس بحيث انه يدمج الاصوات الاربعة بس يكون بشكل جميل. فهمتني؟ هذا هو، هذه هي فكرة الكورال. الكورال في الاخير هو تناغم. انا تناغم الاصوات. ابغى الناس تسمع ممكن الكورال بشكل لايف زي كذا. ممكن صوت اسامة ما ينفع مع صوت برزيق. ليه؟ صح. ممكن صوت اسامة حاد، فتجيب حاد مع حاد يجي يزعج. حتى انت تسمع اصلا كمستمع حاد في الصوت. لكن شوف مثلا لو جبت أسامة مثلا مع أحمد الحبشي مثلا، أسامة دافي مثلا يكون، وأحمد الحبشي يديني البيز القرار الحلو في الكرة. صح. القرار تحت طبقة تحت دونية يعني، فاهم؟ غير انه نفس اللي قاله فارس، وهذا فعلا عبالك ببلاش هاي القرار، عبالك ببلاش فعلا. هاي بفلوس نشتريها. ايه بويا انت والله ما شاء الله فعلا. لكن اقول لك انه مو اي واحد ترى يجيب القرار. لا، مو اي واحد يجيب الكرات. معليش على الفصل. مو اي واحد يقدر يدي كرات. شوف بقول لك حاجه، بقول لك شيء، الكورال ترى في فن. حتى البعض يحسب الكورال بس خذ نجيتك يعني، سجلت 6 وسجلت 4 وسجلت هذا، خلاص يلا سوي بينهم ميكس وسوي بينهم فلتره وسوي بينهم. لا فارس، جو خاص. فارس ابي منكم جو خاص. فارس ابي ما في كلمات بس اهات. كيف زي اللي سواه قبل شيء يوم قال لا بيسويها اهات. ايش الاهات اللي تعرفها اللي عاده تسمعها مثلا؟ نقول ها خلونا نسمع اساس منه عشان نمسك اللحن. تمام، مثلا هذه معروفه يعني الكل يعرفها. جيب شيء سهل. حلو. هذه الفكرة. أي كورال تنغمته ما شاء الله. جواب أحمد الحبشي بس ما دخل هارموني صح؟ دوبل داخل بيز. لا بس أنا أسامة أساس. خلوني ما أسمع. أبي أسمع شيء بيننا كذا يكون واضح التناغم. طيب يعني يمكن الحين مو خلونا نجيب شيء عجم عشان يبان فيه أكثر. بالضبط يعني. المقام العجم حيتلون في التناغم. حلو. أبو عبد الله أقول لك شيء، ترى أنت اللي مستمتع الآن. أقسم بالله أني أبطلع منهم وبسمع، برجع أسمعها أنا.
نقول هذيك هذيك شيء سهل لان ابغى شيء نعرفه كله ما ابغى نختبر ايش مثلا حاجه بسيطه دقيقه بربي مالي لا 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 نقول بس نقولها بشويش الله الله بس نقولها بشويش عشان تبان تفاصيل اللحن الله الله تمام اي كل الطبقه حلوه تمام تبغى هاتها ها لا 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 نبغاها هي نفسها الله طيب الله. يا سلام يلا طيب اساس نفس الطبقه هذه بس وزن الجواب وزن الجواب ولا الله ايوه مستعار 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 هذا الجواب تمام البيز احمد كويس عليه اول شيء ندخل بدون هات اول شيء ندخل بس كورال بعدين ثاني طيب. واحدة عشان يبان اسامه اساس هل نشوف احنا نفسنا تبون نقول تبون نقولها بدل الله نقول هات بس ما نبي الثاني يا سلام طيب ما ادري احس الكلام احلى لا حلو 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 نبغاها اهات قول يا ابو مانع انت الاول واحد اثنين ولا أساس. كلنا مع بعض كلنا اساس كلنا اساس بعدها احمد الحبشي يدخل بيز انا هارموني انت جواب زي ما كنا يلا المره الثانيه واحد ثاني اديها ثلاثه واحد اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه طبقة الجواب الهارموني كانت عالية فقلبت مستعار هارموني مستعار ايوه في هارموني ايش يعني مستعار ممكن اجيب جواب عالي فهمتني ايش مستعار يعني المستعار تجويف الصوت فهمتني انا اقول قول الله 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 هذا اساس شوف سامعني قول الله 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 أنا قاعد أجيب الصوت بطبقتي العادية يعني ما صوت ما طبيعي ما أصنع الصوت أو ما أغير فيه أغير في الصوت عشان أوصل للطبقة العالية فهمتني؟ بس دحين بقوله مثلا صناعي قول الله 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 فهمتني؟ صناعي ما أقدر أجيبه أساس لما تكون الطبقة فوق ما أقدر أجيبه الصناعي اسهل ويؤدي الغرض صح بس بجوده اقل أكيد. نوعا ما اكيد يعني زي الجواب برضه عشان يبان الجواب مثلا نبي نقول برنامج الله الله مثلا هذا حقيقي هذا حقيقي الله صح إيه؟ لو اجيبها مستعار اقول اصبر لو هذا حقيقي مستعار اقول الله 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 هذا مستعار احمد نسميه مثلا احمد نقول نقول ابيات اي 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 ابيات البرنامج اللي الحين نسويها هو يبغى اعرف انا فهمت ولا زي كذا لا ايش رايك اللي نقولها دائما دقيقه برنامج برنامج الفصاجينا الكل فينا يحي ولا الكل جانا يحيينا برنامج الفرصة جينا كذا قصك يا مزيكا؟ كل فينا يحيينا كل جاي يحيينا كل جانا يحيينا كل جانا يحيينا برنامج الفرصة جينا والكل جانا يحيينا برنامج الفرصة جينا والكل جانا يحيينا برنامج الفرصة جينا الكل جانا يحيينا برنامج الفرصة جينا الكل جانا يحيينا والكل جانا فرصة جينا والكل جانا يحيينا ترى ما جبناها عدل
احس اني ما جبناها. اي ما جبناها صح. احنا انت مايكك ترى مره نازل كمان لك مره. لا لا واضح واضح. برنامج الفرصه جينا والكل جانا يحيينا، 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 والكل جي فرصة جينا والكل جانا يحيينا، والكل جانا يحيينا، والكل جانا يحيينا. شكرا شباب، شكرا شكرا يا شيخ، شكرا يا شيخ والله شكرا. اسمع بكرة يدك بكرة يدك بيكون أجمل بإذن الله.